النقطة الخامسة إنه صلى الله عليه وآله قال أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، والعبادة وإن كانت مطلقة للصائمين وغيرهم، يعني يقول نومكم فيه عبادة، يعني سواء كان الفرد صائما فعلا أو لم يكن صائما، وإن العبارة وإن كانت مطلقة للصائمين وغيرهم، إلا أنه لا يحتمل فقهيا ذلك، بل هي خاصة بالصائمين فقط. نوم الصائمين عبادة وليس نوم المفطرين في شهر رمضان عبادة، فقد أعطاهم الله أي الصائمين فقد أعطاهم الله تعالى هذه المزية، وهي أن نفسه بمنزلة التسبيح لله سبحانه وتعالى ونومه بمنزلة العبادة، والمراد به لاحظوا المراد به النوم نهارا يعني خلال الصوم وليس ليلا خلال الإفطار. ومن الواضح ان اي عبادة لا تجتمع مع النوم. يا عبادة اللي تجتمع مع النوم تصلي وانت نايم يصير ما يصير؟ اذ كيف يتعبد الانسان وهو نائم الا مع الصوم، فانه ينام وهو صائم فيكون متعبدا بهذا المعنى خلال صومه خلال نومه. ونحوه في الشريعة ورد ان من توضأ ونام فان فراشه مسجده الشكل، يعني يكون في عبادة الى ان يستيقظ برحمة الله وفضله، فهذه من رحمات الله على العباد وزيادة في فضله عليهم اكثر من الاستحقاق في الحقيقة. الا ان هذا لاحظوا الا ان هذا لا يعني الاكتفاء بهذه العبادة، انا انام وأزيد نومي بعنوان أن نومي عبادة، هكذا قد تسول النفس الأمارة بالسوء، وطبقة من المجتمع يفكرون فيه أنا هذا الذي أريد أن أرده لا ثم لا. إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بهذه العبادة عن ذكر الله والدعاء والقرآن. ويقول الفرد لنفسه أنه ما دمت صائما ونفسي تسبيح ونومي عبادة، إذن فينبغي أن أترك العبادات والمستحبات الأخرى وأكثر من النوم لتكثر لي العبادة، فإنه ليس المقصود من الحديث ذلك، بل المراد حسب فهمي لاحظوا أن الفرد الصائم المتوجه إلى الله والراغب بزيادة أجره وذكر الله سبحانه وتعالى قد يشعر بالخيبة والحسرة والتفريط إذا تعب من دعائه أو قرآنه واحتاج إلى النوم فتنقطع عبادته بالنوم، فهنا يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أنك إذا نمت اعتبر الله نومك عبادة أيضا. ومثاله الفرد الذي كان ملتزما خلال دهره بعمل معين كصلاة الليل مثلا، ثم حصل له مانع معين كالمرض او السجن او الشيخوخة او اية ضرورة فتركها متأسفا، فانه يعطى ثوابها لا محالة، ولعل هذا من الواضحات شرعا وحسب فهمي من القطعيات شرعا. اذا كان انت متعبد في النهار حال يقظتك اعطاك الله نفس الثواب حال نومك، كما انه ليس المقصود من هذه الرواية طلب زيادة النوم وترك الأعمال الاقتصادية أو العلمية أو الاجتماعية ونحو ذلك، وخاصة إذا كانت محل ضرورة أو كانت واجبة شرعا للنفقة الواجبة مثلا أو غيرها، فإن النوم في مثل ذلك يكون مرجوحا بل قد يصبح حراما إذا كان مصوتا لواجب كالصلوات الواجبة أو النفقة الواجبة.